وعن أحوال الطقس من نشرة التاسعة. مرة أخرى إليك ليلى. شكرا لكما، ونتحول لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الشمالية وللدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد. ويشهد غدا الجمعة انتشار للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18 الصغرى 10، الإسكندرية 17-11، مطروح 16-10، بورسعيد 17-11، الإسماعيلية 18-9، السويس 18-10، العريش 17-10، طابة 20-10، شرم الشيخ 22-13، الغردقة 20-11. ننتقل للأقصر العظمى 19 الصغرى 8، أسوان 22-10، الوادي الجديد 18-7، شلاتين 24-14، وأخيرا حلايب 21-14. ونستعرض معكم الآن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.